يا هلا والله. صباح الخير. صباح النور. قلت اذكاركم؟ الحمد لله. صليت الفجر؟ الحمد لله. عندي موضوع على الصباح ذا. بعيدا عن طقمك التعبان هذا بس عندي. والله طقمك في اليوم. ماني بالمدير. ما انت المدير؟ لا يا حبيبي، اليوم تغيرت الاماره. ليه؟ صارت عند ابو سليم. ابو سعد. انا مدير الرحله اليوم. انت مدير الرحله اليوم. اشيلك من طول النهار، اشيلك من طول النهار قدامك. تحضير، تحضير. كحلي فين؟ كحلي وين؟ يطلع اليوم كحلي مسوي معضل، انا ما عندي يمين يسار. شديد ابو سليم. كبير، صغير، تعامل واحد. الله عليك ابو سليم. لقد وليت عليكم ولست خيركم، ان فعلت شيء تاكلون. يعطيك العافية. واحد حاقد مرة. ايش بك؟ قدامي، بطل يديني. بطل بهللة، خليك بالله يا حنون على الربع. ايش سوى فيني امس؟ شمت لي امام 6 مليون نسمة. الله حرام عليك، شوف كيكة، والله كيكة. ماخذ من الجغمتين بعد. شرب بس شوية يا اخي، اشتهيت يا اخي. كيف اشتهيت؟ انا قلت لك جيب عصير، جيب عصير كامل. لا ارفع صوتك، تتكلم كان تحط امارة. خلاص يا اخي شرب منه شوية. لا يسامع، انا مدير رحلة. أيوه. كلامي يمشي على الرايح وعلى الجاي. انا ما عندي يمين يسار. حاضر. انا رجال سيدة. ابشر. يمين يسار، تعال امسك. انا عندي خلاص شنطه واشرب وانا ادورها. شوف شوف كيف يسوي. انا ما اسوي اشرب وانا ادورها. اوه بعد امسك ابو داود، انا ما سويت كذا مع امس. شربني، انا ابغى ادور اغراضي واشرب. يلا تعال اشرب، انا ما اقدر. ابو سعد ما سليم الربع. سم تعال اشي، وقف، رجع نظاره. سم فسخ القبوع. سم ارفع رجل ويد. خلاص امشي قدامي. وسامة داود حاضر. الرحلة على حسابك. اي نعم على حسابك. ما بحول لك ولا ريال. ريال واحد ما بتشوف مني. اضمن نفسي ان شاء الله. ابشر. طقمك كويس، امورك تمام حبيبي. شكرا. كحلي وين؟ والله كحلي نايم لسه. ليه نايم؟ والله نايم. احنا متاخرين نص ساعه الحين وباقي نايم. اي والله. نمشي فندق ثاني وما ننتظره. اما كيف يجي على عيال. يجي على اي ان شاء الله يجي طياره. هي مشينا. ما في انا ما عندي الا انسان سيده. نمشي على اليد ولا نمشي على الوقت؟ خذ راحتك. طالما توكلنا على الله. شيل شنطتي. حرام عليك يا ابني. خليه الله تبارك الرحمن. تراكم قدام شنطه. والله ما الطبا حول. انا اللي قدام، انا مدير الرحله وانا اللي اركب قدام. حول يا رايد. لا تحول، انقز. والله ما يركب قدام الا انا. يا اخي ترى ما سويت معك كذا. امس راكب انت قدام، اليوم انا اركب قدام وانا مدير الرحله واقول لك ارجع ورا قدامي وبرضا ما تنزل. تنقز. ارجع ورا دي الشيله ولا؟ لا 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 ما هي الشيله. يلا يلا ناس ما تمشي الا بالعيال الحمراء. اقعد ولا اسمع نفس. طيب انا بس ولا اسمع نفس. لعن الله ابو من يقول ان المرجله ما هي بسموه. عز الله يعز. عز الله يعز. اي يا اخوي من اليوم سيطرت باليوم صح. قهرتني والله. قهرني يا شيخ. يا اخي قهرني. اركب اركب ودور. اركب ايش فيك؟ اركب داود. انتبه له جنبك ابو داود. انتبه له، خلي جنبك. اه جنبي جالس. الجدول وش هو الجدول؟ الجدول الحين بروح فندق جديد. حلو. افخم. لا تبون اكتب الجدول لكم. انا قلت لك اكتب جدول. انا قلت لك حضر، سوي شيء، خلاص اسلم. نروح فندق جديد احلى من اللي قبله، من باب التغيير في المنتجعات. مطلع على البحر. مطلع على البحر بس. في شيء والله. وش هو؟ كنا نبغى ناخذ كل واحد فيكم سويت. حلو. بس ما كان فيه الا اثنين. السويت يكون في جواته مسبح خاص. ايوه. اوه. فالسويت حق المدير. حق المدير خلاص. والله العظيم كتب باسمي واسم الربع بالصبح. يعني احنا رسلنا جوازاتنا حطوا كذا. حطوا سبحان الله. هم عارفين الرياجيل عارفين. يا اخوي سعد يا الربع صل على النبي. اليوم السويت هذا ما يرقد فيها الا انا. لاني مدير الرحله. والله يا عقب ليش انت بكره؟ اقول صل على النبي. يا رب. سامحني يا عيوني. ما ادري يا اخي انت مشخصنها معي وانا اسمع.
امس لا تطري امس. احنا عارفين الوضع بس مني انا هذه. يعني انت تعلم من الدنيا انها تدور. ايوه كما تدين ديدان. سبحان الله الدنيا هذه بس هذه حكمه ذي حكمه غير مباشره. كيف الفندق الجديد؟ اقسم بالله الفندق هذا يفوز. احنا وش خطتنا؟ ايوه كل يومين نروح فندق جديد. حلو كل يومين نروح فندق جديد، ليش؟ عشان نشوف فنادق بوكيت. حلو نوري الناس نشوفوا كيف الطبيعه، شوفوا كيف الفنادق. يا بعد توكلنا على الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين هذا الفندق الجميل؟ الحين بنغيره بنروح لفندق اجمل منه، شيء خيالي اللي بنروح له. يا ادمي حرام عليك والله يا ابو داود، والله ان اثقل منه. والله ما سويت كذا. هي اثقل منه حرام عليك. قدامي انت، قدامي ما انت اللي تصرح. انا اليوم شخصنها مع هذا الادمي بالحرف. انا 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 قدامك انا مشخصنها وانت قدامي. صلى على النبي. قدامي يا ولد ما عندي مسوي محمول مسوي مدير. الله اجواء جميله ورايقه، جو يجنن، في قطرات من المطر صغيره ما تبان معاكم. يا جماعه شايفين هذا الرجال؟ شايفين لبسه؟ هذا يفضل لابس اللبس ذا طول عمره ما يبدله. هذا اللي يشتغل عندهم في في المعابد يعني. طبعا له احترام وتقدير يعني مميز عن غيرهم. هذا هو. بس الاجواء خرافيه. Thank you. الله يستقبلك بالفل أول ما توصل. ما شاء الله. هذا الفندق الثاني حقنا. يلا يا شباب. من كثر شنطنا لها سيارة لحال. الله تبارك الله. هذا الفندق اللي احنا ساكنين فيه. طبعا دحين انا رايح على السويت حقي. شوفوا مدخل الفندق كيف. فخامة. شوف المسبح، الله شيء يفتح النفس. واو طبعا هذا السكن حقي. Thank you. جناح من 3 أدوار. هنا الصالة، سفرة الطعام، المطبخ. هذا حمام للصالة. طلع الدور العلوي. تجي غرفة النوم. على بالكم خلصنا؟ لا، نطلع الدور الثالث. تخيل هذا كله معاك. مسبح خاص فيك يا عيني، شيء خيال. تخيل هذا كله الدوبلكس لك لحالك. أبدور. تعبني وقلنا خلينا ناخذ لنا كذا شوت سباحه شويه. ما شاء الله والمنظر. تدري ايش اسم السباحه هذه؟ ايش اسمها راي؟ سباحه الكلب. والله يسمونها هم. لقيت لك اخو ساعه. السلام يا سلام. تدري يا رائد ايش احلى من المكان ذا كله؟ تدري ايش يسمونه؟ والله تدري ايش احلى من ذا كل شيء؟ وش هو؟ اخوتك. الله يجعلني مثال. تدري ايش اسم السباحه هذه؟ ايش اسمها؟ الجنابيه. يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، الله يرزق الجميع نفس الفرحه ونفس الشعور. جميله جدا. الله الأجواء
البحر هنا، نزل نتمشى شوية. تدري يا رائد حرام دي الأجواء معك. ليه؟ يعني أجواء جميلة وبحر و... أعمل طيب لا هلو كذا حق حبيبي حق. بس يعني مالي عينك يعني، بس يعني على الأقل 50%. الله شكرا، ثانك يو. حكينا عن نفسك، ودك معك الاهل صح؟ مشي وضعك. يوم جديد كله حياة، شمس بتبتسم وناس وهوى، والعصافير بتغني في سماء غنوة. ما شاء الله تبارك الله، مطعم على البحر، معزومين على يوم ميلاد أبو عبد الله. يا حبيبي كل سنة أنت طيب، عقبال 100 عام. وفي هذه المناسبة يا جماعة صلوا على النبي. رائد جاب هدية لأبو عبد الله، وريهم الهدية. صفق على رائد، وريهم الهدية. ما جبنا شيء بدوي، ما جبنا هدية. قول كلمة أي شيء. الهدية في هذا اليوم كلمتين مني وعن الشباب. سديد الله يسعدك. الله صفقة 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 صفقة. قدر يسلك الموضوع. الله ياخذك أنت، هو يسعده أنت الله ياخذك. لازم تنحط في هذا المواقف عشان تتعلم. نعم. يا عيال هذا الشيء تعبيرا عن الفرح اللي بداخلي بوجودكم معايا في هذا السفر. يا عمري والله العظيم اني احبكم، وهذه اقل هديه اعبر فيها عن فرحتي. 20 من 10. حبيبي كحلي بس ابغى اقول لك شيء، والله ما انت باين، والله حبيبي. شوفوا الهديه يا عيال، طبعا هناك البحر، شوفوا الظلام، شوفوا دحين ايش بيصير. اشتريتها من هذا الرجال. وير؟ اوكي اوكي. تحفر لها حفرة. اوكي. شوفوا دحين ايش حيصير هنا. سلام. الله والمنظر طلع كيف يا عيال. عبدالله بس يا عيال اليوم ما حد فيكم علق على طقم الكحلي. والله يا عيال ترى يلبس صح، شوف اللون، شايفين هذا اللون؟ قبل لا تشوف اللون ركز، انا احب التفاصيل. شوف اللون وانت بكرامه مع اخر شيء مع الحساب. بوب 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 التفاصيل مع الطقم العلوي بعد. مدير ولا تقول شيء، اذب على راحي. خلاص هو المدير. حبي ابى اقول لك شيء، انا مدحت طقمك مو عشان شيء، بس عشان اوصل للشوز. انت بكرامه من فين؟ جبعان.